إلى مدينة صفاقس مخافة أن يصاب بمكروه من الجماهير التي كرهت انتقاله لغريم تقليدي مثل الترجي التونسي. يقول أربع سنوات لم أذهب فيها لزيارة الأهل والأقارب في صفاقس مخافة العداء التاريخي ما بين صفاقس والترجي، وكما وصف بالخائن بعد انتقاله من الصفاقس إلى الترجي. الكرة الماضية وهدف جميل، هدف جميل، الكرة اللي تقدم فيها ربما العكاشي أحمد العكاشي. خلينا نشوف الكرة الماضية، لا الكرة اللي تحولت على طول وتهيأت من ديونج ووصلت وبالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى تحولت إلى مرمى رامي الجريدي. 1-1 في الكلاسيكو، 1-1. شوف الكرة من ديونج اتهيأت بالرأس وعلى طول لعب أحمد العكاشي بيسجل هدف التعادل.